ونروح لأخبار النادي الزمالك. هنبدأ جولتنا مع النادي الزمالك من عند الصفقة الجديدة اللي اتكلمنا عنها في البرنامج هنا، وكان لينا السبق في الحديث عن إنهاء إجراءات التعاقد، وبالفعل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التعاقد رسميا مع المغربي محمود بنتياك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وانضم اللاعب لصفوف الزمالك قادما من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة. التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوماز على تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، لأن الزمالك عنده أكتر من بطولة. ولسه مع اخبار نادي الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق واللي اعلن مجلس الاداره تجديد التعاقد معاه رسميا لمده 3 مواسم جديده بعدما انتهى عقد الحارس مع الابيض بنهايه الموسم المنقضى. ووقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة اللي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة اللي فاتت بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد. كشفت بعض المصادر ان اللاعب اتفق على تقاديس 6 مليون في الموسم الاول، ثم 7 مليون في الموسم الثاني، و8 مليون في الموسم الثالث، بالاضافه لحصول اللاعب على مقدم تعاقد. وانتظم الحارس في المعسكر المغلق للفريق المقام حاليا في برج العرب استعدادا للموسم اللي جاي ولمباراتي الشرطه الكيني في بطوله كاس الكونفدراليه. أول تعليق ليه محمد عواد بعد التجديد للزمالك، فقال الحمد لله من أجل استكمال الرحلة وبناء التاريخ مع أعظم نادي وجماهير في مصر، جددت عقدي مع نادي الزمالك دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، فكل شيء يمر ولكن التاريخ يستمر. قال كمان عواد عبر حسابه الشخصي على إكس: أنا في أسعد أيام حياتي بإعلان استمراري داخل بيتي ووسط الجمهور الأفضل واختياري بدون أي تردد الاستمرار في كتابة التاريخ. شكرا جماهير نادي الزمالك، شكرا مجلس الإدارة، وبإذن الله تكون مرحلة جديدة نحلم ونحقق كل طموحات جماهيرنا ونعود من جديد على منصات التتويج. عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة. سيف الدين الجزيري اللاعب التونسي بيستعد طبعا لفسخ عقده مع نادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للرد على شكوى اللاعب دون الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. لمح سيف الدين الجزيري إلى رحيله عن صفوف فريق الزمالك بعدما نشر رسالة خاصة لجماهير الزمالك عبر حسابه على انستغرام، قال فيها: أعظم جمهور في الكون، شكرا على كل الدعم اللي قدمتوه ليا. وأكد المصدر أن اللاعب هيبدأ في إجراءات التقاضي للحصول على المستحقات المالية المتأخرة، خاصة وأنه انتظر كثيرا دون جدوى. كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان حسين لبيب، طبعا الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، اتفق مع اللاعبين على صرف بقيه مستحقاتهم الماليه قبل انطلاق الموسم الجديد من اجل تحفيز اللاعبين، مؤكدا لهم ان الاموال ستدخل في حسابات اللاعبين خلال الساعات المقبله. كابتن حسين لبيب حريص على توفير مطالب اللاعبين، خاصه ان الفريق مقبل على مباريات مهمه سواء في الدور 32 من الكونفدراليه الافريقيه او مباراه السوبر الافريقي والسوبر المصري. الحقيقه ان الخبرين ورا بعض واحنا بنستعرضهم كتفاصيل داخل القلعه البيضاء ممكن يكونوا بيردوا على بعض. يعني سيف الدين الجزيري طبعا مش اول مره يكون بيحاول الحصول على يعني مستحقاته الماليه مع نهايه الموسم، ودايما بيتم الوصول التواصل مع اللاعب لحل هذه الازمه، وطبعا تكون بتنتهي الازمه بشكل ودي ما بين اللاعب وما بين مجلس الاداره، اللي لسه كان في خبر بيتم تناوله ان هم لا يعني لو
الاهلاويين يكونوا بيدوا كل اللعيبه فلوسها، ولكن كان الله في عون طبعا المجلس في التوقيت الحالي لسه كان حالل مشكله قيد لمساعدي جوزيفالدو فيريرا، فعنده طبعا اكتر من ملف على المستوى المادي مفتوح، وبيحاول وبيجتهد يعني بكل الجهد ان هو يكون بيغلق هذه الملفات المتعلقه بالمشاكل الماديه اللي بيمر بيها النادي. فهنتابع طبعا قصه سيف الدين الجزيري والى اي مدى ممكن تكون بتنتهي في الساعات القادمه. بيسود كمان اتجاه داخل الجهاز الفني الابقاء على مصطفى الزناري مدافع الفريق وعدم رحيله من صفوف الفريق في الفتره المقبله، والجهاز الفني شايف ان الفريق في احتياج لاكثر من مدافع، فبالتالي استمرار الزناري مهم حتى وان كانت مشاركته كبديل وليس كلاعب اساسي. وعلى الرغم من ملاحظات جوماز على اخطاء اللاعب الا انه شايف ان من الممكن ان يعالج هذه الاخطاء اللي بيقع فيها اللاعب، فبالتالي واضح ان في ابقاء على كل العناصر اللي موجوده في نادي الزمالك، لانه الميركاتو ما كانش فيه يعني احداث كتيره جدا ولا صفقات حتى الان كبيره، فهنشوف طبعا ايه اللي هيكون بيحصل في الفتره القادمه.